في 20 مايو 2014 ساد الفرح بين عدد من الجنود المرابطين في مأرب، فقد تمكنوا من إلقاء القبض على الرجل الذي فجر خطوط إمداد النفط في منطقة سرواح. بعد عامين من الواقعة ودخول الردماني السجن، فتحت اللجنة المكلفة من قبل ميليشيا الحوثي باب السجن المركزي بصنعاء أمام الرجل ليخرج حرا طليقا بعد أن فعل ما فعل ودمر واحدا من أهم خطوط إمداد النفط للبلاد، وما شعر حتى بالندم، فالمدة التي قضاها لا تكفي لذلك. كان مفجر أنبوب النفط بين العشرات ممن أفرجت الميليشيا عنهم، وجميعهم تقريبا حسب الوثائق التي حصلت عليها قناة بلقيس كانوا مدانين بقضايا المخدرات والتجارة بها والسرقة بقوة السلاح وقطاع طرق وغيرها من القضايا الجنائية الجسيمة. تقول الوثائق أنه لا وجود للمعسرين بين هؤلاء العشرات، وتفتح هذه الأوراق أسئلة كثيرة وكبيرة، بينها أين سيذهبون ولماذا يسجن المعسرين حتى يسبق الموت الحرية إليهم، بينما يطلق القتلة ليعودوا إلى مزاولة ما اعتادوا عليه.